يقول: هل تجوز الصلاة خلف من يدعي علم الغيب؟ لا، يدعي علم الغيب كافر. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. الذي يدعي أن أحد يعلم الغيب هذا مشرك. نعم، إلا من علمه الله الغيب مثل الرسل، قد يطلعهم الله على شيء من الغيب لإقامة الحجة والمعجزة، لا خاص بالرسل. نعم.